السلام عليكم الخوت، حياكم الله اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم راه تنتواجدوا في سوق تنين قلعه السراغنه، اللهم بارك تبارك الله. اليوم في الفيديو جديد، التاريخ 11/3/2024. مرحبا بالخوت، واش مبروكه ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والله ييسر الامور. نديروا معكم افتتاح اليوم بحولي تقديتو، اللهم بارك تني مرشوم بروميان، اللهم بارك مليح وثمن راه مناسب، اللهم بارك راه بروميان الخوت وثمن مناسب، 164. وتبعني واحد كان بغى يتشارك معايا عطيته 100 درهم، بحال لا 166000 ريال، 8300 درهم، 166000 ريال، اللهم بارك. انا نقولوا المشرى ونبيعوا تنقنعوا الرزاق الله، الله يبارك تبارك الله. حولي راه ثمن مناسب الخوت، حولي مليح، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. فولات راه مفروقات، فولات راه مفروقات، اللهم بارك. مالك يا صاح، حولي راه مليح وثمن زوين، الله يبارك تبارك الله، الله يبارك بارك الله بارك الله. وسهل سير سير ديتها لي سهل تبارك الله السعي، ها اللهم بارك تبارك الله. ظريف الله يبارك تبارك الله، دخل عمر الكروسه، اللهم بارك. 8300 درهم الخوت، راه حولي راه مليح، الله يبارك الخوت اللي بغاه. مرحبا النيميرو على الشاشه، مرحبا بالاخوان، حولي راه مليح راه يستاهل، الله يبارك تبارك الله. وراه بروميان مرسوم، وراه تبارك الله الفاصل غلاد، حولي راه زين. سير دير شارجي وسير نكملوا الفيديو مع الخوت والحباب في السوق ان شاء الله. سير سير خلي تشارجا، سير رمضان كريم الاخوان جميعا. وصلني الحول، ها غادي راسو، سير سير حيد وليدي، حيد وليدي محمد، سير خلي يطلع، سير طلع الله يدير الخير، طلع 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 ابوي طلع. كملوا معي الفيديو في السوق الخوت، تحياتي لكم. الله يبارك الخوت، بارك الله. شحال خويا المرضي؟ يدير اخو رضوان، تحياتي. خلاص 41. خلاص هذا. هذه باش تقديتي انت؟ قديتها هي 28 راس. الله يرحم والديك. شحال من راس؟ هي 28. 8 عطوني 15، عطوني فيها 45. 15 بغا يفردوها. هي كاملة، عطوني فيها 10000 ريال. 10000 ديال الرباح، 500 درهم. هي كاملة. المشرى قلت لي شحال؟ 41000. 41. واحد هذه اللي مولاها كان عطاو 42. اييه ديال الصباح. اييه. 41 باش خدا الخوت هاد السلعه هادي، راه كاينه 28 راس، 2050 درهم، 41000 ريال، اللهم بارك. سلعه بدريه مليحه تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك تبارك الله، تبارك الله. حولي بدريه اصيل يا خويا مصطفى. لا مليح تبارك الله. مليح مليح يا رضوان، ما نعاود هذا. اللعب هذا. مصطفى صباح الخير. الله يحفظك. الله يحفظك ود عمي. الله يحفظك، الله ينصرك، كتعجبني. الله يكبر فيك. طوب ديال المعلمين. بارك الله فيك، الله يحفظك. أنا غير مقلق. الله يحفظك. ما نعبدش البشر. الله يحفظك. أنا خايب، أنا ما نعبدش البشر. الله يحفظك. المعلم كتسلم، واللي راجي كنحطو راجي. الله يحفظك خويا. الله يكبر فيك. الله يعاونك، الله يستر لي. يا ربي آمين، يا ربي آمين، الله يحفظك. رضوان، خلي النيميرو أخا رضوان. قول النيميرو للحباب. الحباب واخا يعيطوا الى بعيد، راه ما نتيقل شي واحد، راه يجي مرحبا يجي للصوب. جا واحد السيد من مقاول صديق ديالك، جا يامس عيط ليك، عيط ليك وقلت له ودي راني عامر مع شاف ديك ال 150 اللي ديتي من البروج. وجا يامس هاد 40. الله يسخر لي، الله يسخر لي. قلت له البارح الاوزون. اييه مرحبا. قول النيميرو ديالك يا رضوان. 06 58 37 30 50. تحيه لك اخويا مصطفى وشكرا، وتحيه لنا الشمال صحاب كاملين واحد واحد. الله يكبر فيك، الله يعاونك خويا دريويس، الله يسهل عليك. شو اتجاهكم؟ تحياتي الخوت، شو اتجاهكم؟ بارك الله اللهم بارك. هذا راه مرسوم دوزيام الخوت، خداها السيد ب 115، راه فيها الحبوبه ولكن يلا برات، يلا تفكسات. هذه دابا تغسل بجافيل و ورا تشوت ما تبقاش. دا 115، 5750 درهم، مرسوم دوزيام، راه فيه محرف. 5750 درهم، راه تيخلص فيه، هكذا هو مولاه ياك؟ الله يسهل عليك. خلي النيميرو اسم محمد قول. صورتي 06 06 39 39 06 06 46 صفر تسعود. صفر تسعود. لا الفاصل عدو غلاط تبارك الله. لا هضرات غاصبوك شحال تما. اللهم بارك تبارك الله.
شفتي جا اخر اخوت، تحياتي لكم اينما كنتم. هذه حوليه غليظه الخوت، الله مبارك. السي حسان كي داير؟ بخير. السي مصطفى السلام عليكم، بخير. شحال هاد الخيط الثمن؟ 48 2400 درهم الخوت. هذه حوليه غليظه تبارك الله، هذه راه مزيانه للعيد الكسيبه اللي بغا غادي يطلق يطلق عليها الفحل، تعمر من نهار ياك مصطفى، تعمر من نهار تبارك الله. حوليه غليظه واللي بغا العيد مزيانه للعيد. حوليه خاوي هذه دابا تبارك الله مشمشه، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. الله يسر السي حسن، الله يسر لكم. الله ابراهيم خويا بخير، شحال هاد الخير تبارك الله؟ 36 1800 درهم، 36 الخوف، اللهم بارك. 36000 ريال، 1800 درهم. هاد الشيء السوق بحال تنغى شويه ثاني في الحوليه، بحال شويه ياك، بحال ذاك المشري اللي شريت ذاك الحد من البرو، المشري اللي كنت شريت ياك خويا. اي والله يسر المولى، طاح الثمن زوين، الله يسر ليه، الله يسر ليه. وتحيه الناس بركان، تحيه ليك اخويا خالد، الله يسر خويا المرضي، الله يعزك. هادو شحال خويا القايد؟ الثمن هنا الثمن القايد شحال خويا؟ 62 3100 درهم. هذا المشرى ولا تطلب؟ المشرى الله يبارك لك. المسرة 62 الخوت، الخروف بدري طالع في الثمن تبارك الله، 3100 درهم. يا نار يا ممد المنخيل، الله يسر القيد. شحال الثمن هنا المرضي؟ شحال سامعة؟ 50000. شحال؟ المشرى 50. الله يعطيك الصحة، المشرى 50، 2500 درهم. اللهم بارك، 2500 درهم المشرى باش تغداها تبارك الله. الله يبارك. شحال عمر؟ 12 خروفة، 12 رخلة الخوت، سنة الحليب هذه، ياك سنة الحليب؟ ولا سنة الحليب؟ الله يبارك تبارك الله. هذه بحال هذه راه مزيانة للعيد، مزيانة للكسيبة، يطلق عليها الفحال هذه تعمر كلها، تعمر من النهار ديالها تبدا تعمر هذه. الله يبارك. حوليه زينه هذه، تسهل شي حولي مليح ولا تخرج الزريعه زينه ان شاء الله. الله يبارك تبارك الله اخوت. شو اتجاه اخر؟ الله يسر حسان خويا، الله يسر ليك. شحال خويا احمد هذا الخير تبارك الله؟ هذا مشرب بوحده ولا مع خوته؟ لا معاهم، معاهم 122 هذا بوحده، هذا عطاونا فيه 110. هز هذا، هز عجبني هذا في المواصفات، هز لي راسه، اللهم بارك. هذا مليح تبارك الله، هذا عطاوك فيه 122. هذا 122 قلنا ليه 130. 122 6100 درهم، هذا 122. وهذا؟ هذا 110. هذا 110، هذا 110، 110 هذا 5500 درهم. بارك الله. السوق خاوي شويه اليوم، ما كاينش العاشر خوت. هو 130 باش قطعته انت. اي 130 باش قطعنا. اي الله يسر لك اودي السي احمد. هذا 110 باقي شلال الحليب السي مصطفى. مش ما مرشومش هذا؟ لا لا ما مرشومينش مولا، البوكان داخل الجمعيه. اي ما داخل الجمعيه، ما مخاش الدري ما بغاش، مات باه وحيد هو. الله يسر اخو احمد، البوكان داخل الجمعيه ديال قميح، ديال قميح. الله يسر الامور، الله يعاون. بارك الله. شحال خويا يوسف هذا؟ المشرى 65. المشرى 65، 65 3250 درهم، 65 المشرى الخوت، 65000 ريال. اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك. 06 30 75 76 04 92. الله يسر لك، تحياتي خويا يوسف. الشرقي خويا الشرقي، هاد الزين شحال خويا؟ بشحال طاحوا هاد؟ 50 و 500
54 و 500 54 و 500 الخوت هادو اللهم بارك 2725 درهم 54 و 700 ريال الخروف قليل البدري هنا في السوق اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله تبغى شي حاجه مرحبا خويا مصطفى خليني ميرو الشرقي خليني ميرو ديالك 06 73 04 65 الله يستر خويا الشرقي ثلاثة ويفردهم ليك الله يستر خويا الشرقي تحياتي خويا الحوالة الأخرى جيتي من البروج بعتيهم ياك الله يستر لك خويا تحياتي لك مرحبا خويا الشرقي